يلا 3 2 1 اي اما نتفرج بقى على حاجة عادلة في ام التلفزيون. تأكد ما بنوصلش منه الحاجة. ايه يا بيبا تسلي سيابك. مش فرق على ايه يا راد فر الله العظيم يا رب. والله ايه يا بابا ايه يا بابا انا قمت يا بابا خلاص يا بابا عارف تدخل 7 ساعات بس نستناهم يا بابا. ما تقوم تجيبي لي شاي احنا صايمين يا راد بجد والله. اه خلاص هاتيلي مية احنا صايمين بقالك. طب قومي طب اعملي لي شاي. انت ايه في ايه يا عم غور يا عم كنت اعرف خروف قليل يا ولية. خلاص هبعت الواد يجيب لك خروف كمان. ولا من الحوافة كده. ليه ياكلوا فراخ ليه يعني هو مال حرام؟ واخويا ما انت اكلت خروف لوحدك انا راجل البيت انا اكل خروف براحتي. يعني ايه راجل البيت يعني مال ما تاكلش؟ استغفر الله العظيم انت بتجيب الخراب في رمضان مش عارف ليه؟ معلش يا اخويا حاجة استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا اخويا انتوا ايه رايكم في اللي احنا شفناه حتى من شويه؟